مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق الإسماعيلي اللي خسر أمام فريق غزل المحلة بنتيجة 3-1 في المباراة الودية اللي جمعتهم امبارح استعدادا لمواجهة سيراميكا في بطولة الدوري المصري. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف القائمة المبدئية للحكام المرشحين من قارة أفريقيا للمشاركة في كأس العالم 2026 واللي هتقام في أمريكا وكندا والمكسيك. وشهد التواجد الثنائي المصري أمين عمر ومحمد معروف من أصل 13 حكم من القارة السمراء. كريم كحلة لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال في وزن 89 كيلو فاز بثلاث ميداليات ذهبية لمنافسات الخطف والنظر والمجموعة ببطولة أفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية. تستمر كمان البطولة لحد 10 فبراير الجاري، وتواجد اللاعب في المركز الثالث لوزنه في الترتيب، وبعد كده ضمن التأهل للأولمبياد. بعثت المنتخب المصري للباراتايكوندو وصلت للعاصمة السنغالية داكار للمشاركة في منافسات التصفيات الأفريقية والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024. منتخب قطر فاز على منتخب إيران بنتيجة 3-2 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب الثمامة بالدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية. بالفوز ده اتأهل المنتخب القطري لمواجهة شقيقه الأردني في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الآسيوية. المهاجم الهولندي الدولي فان بيرسي بيقضي فترة معايشة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، وده تمهيدا لحصوله على رخصة الاتحاد الأوروبي للتدريب استعدادا لانطلاق مشواره الجديد في عالم التدريب. نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني هنأ عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نجمه الدولي المصري عمر مرموش بعيد ميلاده 25. نيجيريا وكوت ديفوار حسموا الصعود إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية، وده بعد مواجهات قوية مع جنوب أفريقيا والكونغو. وفي آسيا قطر والأردن على موعد مع نهائي عربي خالص في نهائي بطولة آسيا. خلونا دلوقتي نتكلم أكتر عن كواليس المباريات دي مع محمد عفيفي الناقد الرياضي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير نماء هانم، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي صباح الخير يا مصر اينما كان. اهلا بحضرتك. وكنت بتعلق على ماتش نيجيريا وجنوب افريقيا، هل كنت متوقع النتيجه دي؟ بالتاكيد القوى الكلاسيكيه دائما ما تتحرك بثبات نحو الادوار الاقصائيه والفوز بالالقاب الكبيره، وها هو ما حدث في تحديدا مباراه كنت اعلق عليها بالامس للراديو، وهي مباراه المنتخب النيجيري ومنتخب جنوب افريقيا، والكل كان يتوقع ان نيجيريا لديها امكانيات اكبر. صحيح المنتخب الجنوب افريقي لديه مدرب ذكي جدا يعرف جيدا كيفيه اداره المباريات، اتحدث عن هوجو بروس، وهو فائز باللقب في 2017 على حساب مصر في الفاينل امام مصر طبعا مع المنتخب الكاميروني، ولكنه ادار المباراه بذكاء بقدر امكانيات وقدرات لاعبيه وبالعقليه الاحترافيه مع جوده كوره مش بقوه اجسام القاره الافريقيه، ولكن فقط هي امكانيات فنيه نراها دائما مع فريق صن داونز على مستوى الانديه في القاره الافريقيه، وهو ما حدث امام المنتخب النيجيري. جنوب افريقيا لعبت بذكاء، ولكن في الاخير الاكثر صلابه ذهنيه ومعدل لياقه بدنيه والوصول حتى لركلات الترجيح مع قراءه لحارس مرمى يجيد ركلات الترجيح، وهو رونالد ويليامز الحارس لجنوب افريقيا، لكن هناك لاعبين اذكياء في المنتخب النيجيري قدروا ان هم مع حتى الوصول لركلات الترجيح في مباراه كانت مثيره جدا وتعادل في اللحظات الاخيره بالنسبه للمنتخب الجنوب افريقي، لكن نيجيريا كان لديها امكانيات كبيره جدا، لاعبين كما ذكرت لديهم صلابه ذهنيه، جوده كوره عاليه، لديهم افضل لاعب في القاره الافريقيه 2023 هو فيكتور اوسيمين، حتى وان سجل هدف لم يحتسب بداعي ركله جزاء اعيد من جديد احتسابها او كاد ان يكون هناك من خلالها تغيير مسار المباراه عن طريق طبعا حكمنا المصري من ضمن التحكيم المصري اللي مشرف في بطوله الكان في الكوت ديفوار، امين عمر بالتاكيد الذي كان يدير هذه المباراه الى جوار طاقم تحكيم مصري، ولكن في الاخير فاز من يستحق، فاز من قدم ما يشفع له ان يصل للمباراه النهائيه. وصوله للنهائي هو منطقي وطبيعي، هو الحفاظ على كبرياء كبراء الكره في غرب القاره، صحيح ليست النسخه الافضل بالنسبه للمستويات الفنيه اللي قدمت من المنتخبات الكبيره حال حتى المتاهل كطرف ثاني في المباراه النهائيه منتخب كوت ديفوار،
إلا أن القوى الكلاسيكية دائما أصحاب القمصان المهيبة في القارة هم من تأهلوا للمباراة النهائية حال المنتخب الأوغاري الطرف الثاني أمام المنتخب الناشئ. الحقيقة أن البطولة دي كانت متميزة أن فيها حماسة كمان مفاجآت كتير، يعني الحاملين اللقب أو المرشحين أن هم ياخدوا اللقب خرجوا منها على طول، لكن كلمني عن جنوب أفريقيا اللي قدرت ترجع المباراة وتوصل لنتيجة دي إلى ضربات الجزاء، كلمني عنها واشرحها لي. بالتأكيد بتكلم عن أنه هوغ بروس هذا البلجيكي رجل ذكي جدا بدا يغير في مسار اللعب او طريقه اللعب اللي تتناسب مع منتخب نيجيريا خلال اجواء واحداث المباراه باستخدام بيرسي تاو، وهذا رجل المحترف في النادي الاهلي طبعا ومطوره النادي الاهلي، ولذلك هو يجيد ويتعامل بشكل كويس. ونقطه تفصيله بسيطه جدا ان كل المحترفين اللي موجودين في الدوري المصري كانوا مميزين مع منتخبات بلادهم في الكان، وده يدل على انه في احتراف بشكل مميز داخل الانديه المصريه، لكن فقط نحتاج لنقلة بسيطة علشان نشوف جودة اللعب العالية، لكن ها هو شيء مميز نراه من الكرة المصرية على مستوى الكان. كمان استخدام سيمبا زواني تبوه مكوينة في التحركات من عمق الملعب، الشفتات اللي كانت بتتعامل مع استخدام خوليسيو موداو وأوبيري موديبا كباكين بيقدروا ان هم يتحركوا وينتقلوا من التلت الدفاع للتلت الهجومي لما بيكون منتخب جنوب افريقيا هو اللي معاه الهجمه. ادار المباراه بذكاء جدا هذا الرجل هوغو بروس مع استخدام لاعبيه، مع تالق طبعا الحارس رونالد ويليامز في كثير من الاختبارات اللي كانت خلال ال 90 دقيقه او حتى في الوقتين الاضافيين كاستكمال للمباراه. بشكل عام كان التكتيك مع المرونه التكتيكيه اللي لعب بيها هوغو بروس المدير الفني ولاعبي جنوب افريقيا اتعبوا كثيرا وارهقوا كثيرا منتخب نيجيريا، بل وحجموا خطوره مصادر القوه حال في منتخب نيجيريا اديومالا لوكمان وموزيس سايمون الاثنين الطيارين اللي كانوا كجناحين في الثلث الهجومي بيخدموا على فيكتور اوسيمين كانوا متحجمين تماما خلال ال 90 دقيقه، ومن ثم ما كانش في فرص كثير للمنتخب النيجيري للوصول، وكان هناك قدره على تقفيل وسط ملعب المباراة لان الاثنين كانوا بيلعبوا بنفس الطريقه تقريبا على ارض الملعب، سواء كان هوغو بروس بالنسبه لمنتخب جنوب افريقيا او حتى خوسيه بيسيرو واحنا عارفينه كان يدير الامور الفنيه للنادي الاهلي في موسم 2015-2016، رجل ايضا ذكي وبيعرف يتعامل مع نجوم كبيره موجوده في المنتخب النيجيري، لكن اصطدم بهوغو بروس وفي الاخير ركلات الترجيح هذه رجحت كافه المنتخب النيجيري زي ما قلنا، فكره الصلابه الذهنيه حتى في ركلات الترجيح والسكاوتنج اللي اتعمل على رونالد ويليامز وزوايا تصدياته، حارس جيد جدا، ولكن في الاخير المنتخب النيجيري هو الذي تفوق وكان من الممكن ان يتفوق بشكل اكبر، لم يستغل الفرص، ومنتخب جنوب افريقيا خلال المباراه ايضا لم يستغل الفرص، ومن لم يستغل الفرص في مثل هذه المباريات اللي بتكون على تفاصيل صغيره يتحمل في الاخير انه لم يتاهل للمباراه النهائيه. طب الحقيقه احنا عندنا اسئله كتير وعايزين نعرف معلومات كتير، لكن خلينا نروح لكوت ديفوار والكونغو، شفتوا ازاي الماتش؟ مباراه كبيره جدا بالتاكيد، لكن المنتخب الايفواري وكان ميرسي باي هذا الرجل المدير الفني الذي جاء كمدرب مساعد كان ثم تولى المهمه، ثقه اللاعبين في هذا الرجل المحلي كمدرب مساعد ان يصل لهذه المكانه، حتى دروكبا والاساطير في عالم الكره الايفواريه بداوا يدعموا هذا الرجل حتى يصل للمباراه النهائيه بعد ان كان محظوظ، لان احنا عارفين كويس قوي انه فقط فوز المغرب في اخر جولات دور المجموعات على زامبيا هو الذي اهل المنتخب الايفواري كافضل توالد للادوار الاقصائيه، كملوا وقدروا ان هم يلعبوا بشكل وبطريقه تناسب مستواهم الفني اللي هو مش افضل حاجه على المستوى الفني بالنسبه لهذه البطوله، ولكن قدروا ان هم يقللوا من معدل الاخطاء، يرفعوا من معدل التركيز، واجهوا مدرب حال سباستيان دي صبر نعرفه جيدا كان يدير الامور الفنيه للاسماعيلي ولا بيراميدز، يدير الامور الفنيه للكونغو الديمقراطيه، والكونغو بتلعب بقدر امكانياته وقدرات لاعبيها وبالاداء الجماعي، وشفناها امام منتخب مصر واقصاء منتخب مصر، ولكن في الاخير كوت ديفوار بقوه الجمهور بدعم الاساطير في عالم الكره الايفواريه وبقدرات لاعبين مع سباستيان هالر الراجل الذي عاد من جديد بالمشاركه في المونديال الافريقي قدر ان هو يسجل الهدف في 65، اداء كان رائع جدا وكوت ديفوار تستحق. الحقيقه بنشكرك شكرا جزيلا على التحليل والشرح الوافي استاذ محمد عفيفي الناقد الرياضي.